شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول مشكلة الفقر والحرمان. وقبل كل شيء لابد أن نشير إلى أن هذه المشكلة مشكلة مصطنعة. هنالك مشاكل حقيقية، هذه المشاكل الحقيقية لا تقبل الحل، لأن الإرادة الحتمية الإلهية اقتضت وجود هذه المشاكل في هذه النشأة. هذه مشاكل قهرية لا تقبل الحل، ولا يمكن أن يأتي هنالك يوم أو يأتي هنالك عهد وتحل فيه هذه المشاكل. ولكن مشكلة الفقر، مشكلة الفاقة، مشكلة الحرمان، هذه المشاكل مشاكل مصطنعة وهي قابلة للحل. هل يمكن أن يأتي هنالك يوم ويفتح الإنسان عينه ليجد أن هذه المشكلة قد انتهت؟ يمكن أن يأتي هذا اليوم؟ العلماء يقولون أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه في الخارج، يعني إذا رأينا الشيء يتمثل لنا كحقيقة عينية، بعد ماكو مجال أن نبحث أن هذا الشيء ممكن أو غير ممكن، لأن التحقق العيني الخارجي لا يمكن
إلا أن يمر الشيء قبل ذلك بمرحلة الإمكان. إحنا عندما نشوف التاريخ نجد أن هذه المشكلة حلت في بعض العهود أو كانت قريبة إلى الحل، كانت محلولة بنسبة كبيرة في عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه المشكلة كانت محلولة مع أنه ما خلوا الإمام، الإمام حكم سنوات بسيطة وما خلوا، أثاروا في وجه الحروب، حرب الناكثين، حرب القاسطين، حرب المارقين، ما خلوا، ثم اغتالوه في محرابه. ولكن مع ذلك هذه المشكلة كانت محلولة أو شبه محلولة. هذه القضية المعروفة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه مر رأى كفيفا يتكفف، كفيف أعمى يتكفف، فقال ما هذا؟ السؤال بما، كأنها ظاهرة عجيبة، ظاهرة غير مألوفة، ما هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنه شيخ كبر وعجز واستغنوا عنه، كان يعمل خادم كذا في بيت من البيوت، استغنوا عنه وتركوا، ما عندش الآن مجبور أن يأتي ويتكفف. فقال ما أنصفتموه، استعملتموه حتى إذا كبر وعجز تركتموه. هذا مو إنصاف، أنه واحد يستخدم واحد، يستخدم خادم ثم يتركه يتكفف، يطرده. ثم الإمام أجرى لهذا الشيخ الكفيف المتكفف النصراني مو مسلم، رجل مسيحي، راتبا من بيت المال إلى أن يموت. هذه القضية مذكورة إذا تحبون تشوفوها في وسائل الشيعة من كتبنا الحديثية المهمة، هذه القضية مذكورة. فإذا وجود منظر فقير كان شيء عجيب في عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله. الإمام صلوات الله عليه يقول ولعل هنالك، مو بالكوفة، في الأطراف النائية عن الكوفة، في اليمامة، في الحجاز، المناطق اللي تربتها مو خصبة بالنسبة إلى العراق والشام، اليمامة والحجاز لا تمتلك تلك الخصوبة، لا تملك تلك الواردات، يمكن لعل هنالك بالحجاز أو اليمامة. الإمام ما متأكد من ذلك. هذا دليل على أن هذه المشكلة حلت أو كانت شبه محلولة. فهذه القضية قابلة للحل. ليش نروح الآن إلى التاريخ القديم؟ لا، الآن في التاريخ الحديث نسبيا في عهد الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، هذا العالم الأستاذ الذي الآن الحوزات العلمية تدور حول كتبه، كان قبل حوالي 200 عام. من إحدى المناطق جاء هنالك رجل، هاي قضايا تشبه الخيال حقيقة، جاء هنالك رجل بأموال ضخمة للشيخ وقال للشيخ هذه الأموال تتعلق بالفقراء. الشيخ قال أنا في الواقع لا أعهد في البلد فقير أعطيه هذه الأموال،
أنا ما أعرف في البلد، ما أعلم الشيخ في ذلك الوقت، يمكن كان في النجف الأشرف، أنا ما أعهد فقير اللي أعطيه هذا المال. الشيخ يتأبى وذلك الواسطة يصر، الشيخ بالنتيجة ما قبل. ثم قال لهذا الرجل: هنالك قرية أو مدينة يمكن أن يكون فيها فقير، احمل هذه الأموال إلى تلك المدينة أو إلى تلك القرية، يمكن يكون فيها فقير. هذا الواسطة حمل هذه الأموال وداها إلى تلك القرية وأعلن، أو تلك المدينة، تعالوا إذا واحد فقير خليه يجي يأخذ من هذه الأموال. ذاكرين لم يأتي هنالك إلا رجل واحد فقط وأخذ دينار أو درهم، دينار لو درهم، الترديد مو مني، من الراوي، أخذ دينار أو درهم وراح قال يكفيني هذا المقدار. هذا الرجل أخذ الأموال وعاد بها من حيث أتى. هذه المشكلة اللي الآن نشاهدها في كل مكان، حتى في البلاد الغنية، هذه المشكلة مشكلة مصطنعة، ولا نحتاج الآن إلى الحديث مطولا عن العهد المنتظر حين يظهر خاتم الأوصياء الحجة المهدي. عجل الله تعالى فرجه، اللي بعد ما يبقى لهذه المشكلة أي أثر. هذا مو فقط في كتبنا إحنا الشيعة، لا، حتى في كتب العامة مشحونة بهذه الروايات. هذا في مسند أحمد بن حنبل موجود، راجعوا مسند أحمد إمام الحنابلة. يقول الإمام المهدي صلوات الله عليه يعلن، يعني يأمر رجلا أن يعلن أنه إذا واحد محتاج فليأتي إلى بيت المال خليه. هذه الأمة، الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، البشر كلهم الصبغة العامة تكون لهم هي الإسلام، لا يأتي هنالك إلا رجل واحد فقط يجي إلى بيت المال، وما يحتاج كتاب من الإمام المهدي صلوات الله عليه، ما يحتاج شاهد، يجي إلى بيت المال. يقول لخازن بيت المال أنه إن المهدي صلوات الله وسلامه عليه أمرك أن تعطيني أو أمرني أن آخذ منك، ما يقول لي جيب شاهد أنت فقير، أو ما الدليل على ذلك، أو ما هو المكتوب، يقول أخذ بقدر ما تريد. فيحثو له من المال، حاثو، مو أنه دينار دينار يطيله أو درهم درهم، يحثو له من المال. في رواية ثانية إنه ذهب، يحثو له من الذهب، رواية ثانية مو في هذه الرواية. فيحثو من الذهب كأنه في حجرة، في حضنة، في ثوبة، ثم يندم على ذلك، يقول ما كان واحد في أمة محمد صلى الله عليه وآله غيري ياخذ هذه الأموال، ليش أنا أجيت أخذت؟ فيعيد المال لصاحب بيت المال، يقول أنا ما أريد، أنا تندمت. فيقول له خازن بيت المال: إنا لا نسترجع ما أخذناه.
هذا منهج أهل البيت. إذا الطوشي بعد ما يسترجع، هذا في مسند أحمد موجود ابن حنبل. ننتقل إلى البحث الثاني، وهو مناشئ هذه المشكلة. كيف تنشأ مشكلة الفاقر والحرمان؟ مناشئ كثيرة، ولكن نكتفي بالإشارة إلى منشأين باختصار. المنشأ الأول القوانين الكابتة للحريات. الحكومات ما يخلون الشعوب. الآن أغلب الشباب في أغلب البلاد الإسلامية حتى الغنية ما يتمكنون يتزوجون، ما يتمكنون. الشباب باقين في البيوت والفتيات باقين في البيوت، بقينا في البيوت ما يقدرون. إلى أحد مراجع التقليد، هاي قضية جديدة، 70 فتاة جامعية جئنا، فتاة جامعية عمرها 30 أقل أكثر. فمرجع التقليد سألهن أو سأل الواسطة اللي دول متزوجات لو لا، قال من هذه 70 وحدة فقط متزوجة فقط. المرجع قال ليش ما يتزوجون؟ ماكو شباب. قال ليش؟ أكو شباب ولكن ما يتمكنون. الشباب حتى في البلاد الغنية ما يتمكنون. واحد إذا أقدم يمكن يندم، ما يتمكن. يريد يبني بيت ما يتمكن. في العراق في فترة من الفترات لقضية ما أدري ليش أجازوا بناء البيوت. الناس بنوا بعضهم بيوتهم بأيديهم، هو بنى بيته، ومن جملتهم الشيخ إبراهيم الله يرحمه شفته، هو بنى بيته بيديه، وبعض الإخوة كانوا رايحين شايفين بيته. الحكومات لا تسمح ببناء البيوت، ما يمكن، ما يخلوهم، خلافا لله وخلافا للرسول وخلافا لإجماع الفقهاء. الأرض لله ولمن عمرها. هذا في الكافي، هذا الحديث موجود في كتب العامة، موجود شبه هذا، ما يخلو. واحد يريد يبني بيت ما يخلو، واحد يريد يستخرج ثروات طبيعية يقدر ما يخلو، واحد يريد يسافر من منطقة إلى منطقة ما يخلو، واحد يريد يشتغل ما يخلو. خنقوا العباد، ما يتمكن. هذا الشاب لا يتمكن يشتغل إلا بقوانين مشددة، ما يتمكن يعمل، ما يتمكن يصيد، ما يتمكن يحيي المباحات، ما يتمكن يبني بيت، ما يتمكن ينتقل من منطقة إلى منطقة إلى آخره. هذا أوجد جيل من الفقراء، أجيال من الفقراء، ما يتمكن. هذه المشكلة الأولى، وذنبها يقع على الحكومات، مشكلة القوانين الكابتة. الشعوب أيضا يقع عليهم ذنب، لأنهم رضوا بهذا الواقع، لأن ما يتكلموا، لأن سكتوا عن ذلك. شركاء، ما أقول كل الحكومات، حكومة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ما كانت هالشكل، لكن هذا الطابع العام. يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أغلال، واحد مغلول، إيده مغلولة، رجلة مغلولة، إصر وحمل ثقيل أكو على كتفه، ما يتمكن يتحرك. هذا المنشأ الأول من مناشئ مشكلة الفقر. المنشأ الثاني الإهمال العام. هذا يرتبط بينا إحنا واحد واحد.
هذا المنهج اللي جاء به الإسلام. الإسلام شنو يقول؟ النبي صلى الله عليه وآله ظاهرا يقول، هذا حديث: ما آمن بي من بات شبعان، في رواية وجاره جائع، في رواية ثانية: ما آمن بي من بات شبعان وأخوه المسلم طاوٍ، يعني جائع، حتى إذا ما يكون جائع، حتى إذا يكون في أقصى بلاد الهند. إذا واحد بالليل بات جائع، بات طاوي، وأنا بالليل بت شبعان، هذا الإنسان لا يعد مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما آمن بي من بات شبعان وأخوه المسلم طاوي، هذا المنهج كان. في الآية الكريمة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا المنهج. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. شلون إحنا عندما الصبح نقوم نفكر كيف نعمل، ماذا نفعل، كيف نتجر، هذا هم إلنا، شلون نطلع لقمة أطفالنا وعائلتنا. إذا واحد لا يهتم بشؤون المسلمين، على قول ذلك العالم كانوا قايلين: أنت ليش ما تهتم بأطفالك؟ كان قايل: كل أطفال إيران أطفالي، قبل 50 عام 60 عام، وهؤلاء أطفال أيضا، مو فقط أطفالي الخمسة اللي أنا أديرهم، ذولا أطفالي، كل أطفال إيران أطفال. عالم قبل حوالي 50 عام. فهاتان المشكلتان، مشكلة القوانين الكابتة ومشكلة الإهمال، أنه أنا شعلي، أنا علي بعائلتي وأطفالي وما علي بالآخرين. البحث الثالث: ماذا نفعل؟ باختصار شيئان: المشاركة والتعهد الشخصي. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في وصيته، هذه الوصية موجودة إما في الكافي أو في الوسائل: الله الله في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معايشكم. الله أنعم علينا، الحمد لله، بنعم وافرة، واحد يشرك الآخر، 20% من أمواله يجعلها للفقراء. هذا الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يقول لا تدفع، لا تعطي، الله يقول أعطي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله محتاج فطلب مال، النبي صلى الله عليه وآله ما كان عنده شيء، فاقترض وأعطاه، اقترض وأعطاه. الثاني كان موجود فقال للنبي صلى الله عليه وآله: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه، ليش تقترض؟ فبان الغضب أو التأثر في وجه النبي من هذه الكلمة، فقال رجل آخر: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. اطي، الله ميطي. احنا شفنا الأفراد الذين أعطوا الله أعطاها، 21% يجعلها للفقراء. انت عندما تقعد على المائدة انت تأكل من طيبات الله، وتعلم اكو 100 يتيم 200 300 ايضا دا يأكلون ويدعون إليك. مشارك، فشاركوهم في معايشكم، 20 30 40، ما نقول إيثار كل يطيهم، هذا مو شأننا، هذا مو مقامنا، هذا مقام إنما نطعمكم لوجه الله.
احنا ما نقدر 20% 10%. المشاركة ربما تكون مشاركة ضئيلة. واحد يقول شنو قيمة 10%؟ تنقذ مؤمنا من الموت. الوالد حفظه الله والعم حفظه الله كلاهما نقلا لي مستقلا هذه القضية. ذكر أنه كان رجل، ذكر أنه من هو ابنه يتمرض، ابنه تمرض، رجل فقير ما عنده شيء. هذا الرجل ما أدري أنتم شايفين أو ما شايفين، إذا طفلكم أبعد الله عنهم الأمراض، إذا يتمرض ليلة من الليالي يصاب بالحمى مثلا، واحد ما يقدر ينام تلك الليلة. عندما ينام الحمى الآن يمكن ينتهي إلى موت الطفل. طفل إذا صار بحمى وما عولج يمكن يموت. واحد ذيك الليلة ما يقدر ينام، قلق، كل دقيقة يقوم يقيس جبهة الطفل، يشوف حارة لو مو حارة، يجيب ضماد كماد يخليه على جبهته، ما يقدر ينام. إذا عنده شوية من العاطفة والإحساس، هذا الأب المسكين طفلة مرة ما عنده ثمن يودي إلى دكتور. شوف شنو يصير في حال هذا الأب، شنو يصير في حال هذه الأم. المرض يتفاقم. احنا الآن اللي هنا موجودين الآن من هؤلاء يمكن بالألوف أكو أطفال يموتون أمام أعين آبائهم وأمهاتهم. هذه الآهات ما تأخذنا، آهة هذا الأب ما تأخذنا، آهة هذه الأم ما تأخذنا. الناس ما يعرفون أننا منعمون. ليش؟ يعرفون أكو أفراد منعم، من نتمكن نشارك معهم، من نتمكن ندفع شيئا بسيطا لإنقاذهم. هذا آه هذا الأب، آه هذه الأم، آه هذا الفقير يأخذ الإنسان. وإذا والعياذ بالله الله غضب على أمتين أو غضب على فردين، على كل حال عذاب الله يخيف، مو فقط في الآخرة يخيف، حتى في الدنيا يخيف. المهم الطفل يبقى إلى أن يموت من عدم أنه أفرضوا ربع دينار ما عنده، نصف دينار ما عنده يودي للطبيب. الآن لازم هذا الأب يأخذ هذا الطفل يوديه للمغتسل، ما عنده، لأن هذا الرجل اللي يقوم بتجهيز الميت يحتاج إلى أجرة، ما عنده. فماذا يفعل؟ يأخذ هذا الطفل، أظن قالوا عمره كان حوالي عاميا مثلا أو هالحدود، يأخذه ويغسله بيديه في بيته، بعدين يريد يكفنه، كفن ما عنده، فلوس كفن ما عنده، فيأخذ ثياب الطفل ويشقها ويجعلها أكفانا لهذا الطفل. بعدين يريد يودي إلى المقبرة، ماكو واحد يودي إلى المقبرة، فيأخذ الطفل على يديه يشيله هالشكل يودي إلى المقبرة، يودي إلى المقبرة يريد يحفر قبر، ما عنده ثمن ذاك القبر وما عنده وسيلة، هالشكل يبقى متحير شنو يعمل. واحد من الحفارين يشوفه يقول له فلان كان اسمه عباس القمي، الوالد كان يعرفه، العم كان يعرفه، مو شيخ عباس القمي صاحب المفاتيح، لا واحد ثاني، عباس القمي هذا الرجل. فد حفار يشوفه يقول له تعال أنا أدفنه، يطيل يدفنه، بعدين يقول له فلان الأجرة، يقول له أنا إذا كان عندي أجرة هذا الطفل ما كان يموت، أنا ما عندي شيء، كل شيء ما عندي. المهم الحفارة يقول له هذا شنو الحشي ما يصير، فياخذ ياخذ هذا الرجل،
هذا الرجل في حالة انفعال هو ياخذ ياخذ ذاك ويتباسطان ويعود الرجل إلى بيته. آهت مثل هؤلاء الأفراد ما تأخذ الذين لا يهتمون. جاء إلى أحد الوجهاء رجل قال له أنا محتاج أنا ما عندي شيء. المهم فالرجل ما أدري شكك في كلامه ما أعلم ليش ما أطالع. ينقل ثم بعد يوم أو يومين عرف هذا الرجل أن هذا المحتاج مات في غرفته جوعا. ما إذا كان يعطي دينار ما كان يموت من الجوع. يقولون جدا تأثر هذا الرجل الوجيه، وكأنه نقل أنه صمم بعد أن لا يرد أي شخص كان ولو بالاقتراب. أنا كنت قبل أيام في إحدى المدن المقدسة، كان جاي مطر وثلج، واحد كان لازم ينام في الغرفة المغلقة بالتدفئة أيضا. شفت أنا بعيني رجل نايم في الرصيف على جانب الرصيف، كل شيء ما عنده في ذلك الهواء البارد، كل شيء ما عنده، لا بطانية عنده، لا لحاف، لا دوشة، لا كارتون يخلي، نايم هالشكل، ومعه طفل يمكن عمره كان 3 أعوام نايم يمه أيضا. قبل أيام، يوم الجمعة الماضية، هالجمعة، مو هالجمعة، الجمعة اللي قبلها، قبل 7 أيام 8 أيام. أحد الإخوة نقل لي في إحدى تلك المدن، قال نقلوا لي أن عائلة محتاجة فقيرة تعالوا في الشتاء، الشتاء القارس في ذلك البلد. يقول رحنا شفنا هذه العائلة المكونة من أم وأربع أو خمس أطفال، أبوهم مقتول، يعيشون في حفرة تحت الأرض. هذا تعبيره كان، هاي ترجمة تعبيره، في حفرة تحت الأرض، كل شيء ما عندهم، حتى بطانية ما عندهم. يقول احنا شوية هيئناهم، وحسب الظواهر إذا ما كنا نهيئ لهم كانوا ميتين من الجوع والبرد. وتعهد شخصي، روحوا شوفوا، واحد يروح يشوف هذه الأشياء مهمة، واحد يعطي للثقات، يعطي للجان الخيرية، وهو يروح يشوف بعينه. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كاتبين في أحواله كان يطعم الأيتام، يجيب اليتيم يطعمه، يأخذ اللقمة أو الشيء ويضعه في فمه، تعهد شخصي. حتى أن بعض أصحاب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قالوا وددنا أننا كنا أيتاما، حتى الإمام هو يطعمنا. دار النبي صلى الله عليه وآله ما كانت تخلو كما ذكر المؤرخون من يتيم، دائما كان يتيم في بيت النبي. هذا يغير في روحية الإنسان. أنتوا عندما تشوفون يتيم قعدوا في حضنكم تمسحون على شعره، هذا يغير، واحد يتغير، هذا القلب القاسي شوية يلين، هاي قساوة القلوب ليش وجدت من هذه الأشياء. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان في الليالي المظلمة يذهب، كاتبين كان يتعهد بيوت كثيرة في المدينة، هو كان يروح متلثم حتى واحد لا يعرفه، مو صراخ وصياح وتظاهر وأنا فعلت وأقعد بالديوانية أحكي. لله، إذا واحد يعطي بيمينه الشمال لا تفهم، لله، واحد المن يريد يقشمر. كان يتلثم الإمام زين العابدين، ما كان خادم الإمام يقول له أنت سوي هذا العمل. الإمام اللي ينقل
في بعض الروايات بعض النقول التاريخية 50,000 عبد اعتقهم، هكذا بعض ينقلون. لا، هو الإنسان لازم يباشر هذه الأعمال، إذا رحت روحوا شوفوا. كان يتلثم ويضع الجراب على كتفه ويطوف على هذه البيوت، كاتبين كانوا يقفون على الأبواب، هؤلاء الفقراء، هؤلاء الأيتام، هؤلاء المساكين، عندما كانوا يشوفون الإمام وهم لا يعرفون من هو كانوا يتباشرون ويقولون جاء صاحب الجراب. وعندما توفي الإمام صلوات الله وسلامه عليه وجدوا آثار على كتفه، فسئل أنه شنو هاي الآثار، فقيل إن هذه آثار الأجربة اللي كان يحملها على كتفه ويأخذها إلى الفقراء والمساكين. هذه الأشياء فيها خير، فيها بركة، فيها دنيا، فيها آخرة. حتى إذا واحد يريد الدنيا فليتاجر مع الله. كان واحد يقال له الحاج رشيد الروماني، هذا تاجر كبير كان معروف، هذا تمرض مرض شديد جدا وأغمي عليه، وكان نايم، ما أدري ما العبارة، مو واضح شنو، إما كان نايم أو مغمى عليه، أفاق أو استيقظ، شاف أن أهله قاعدين ويبكون حوله كأنه فقدوا الأمل أو كذا، فقال ليش تبكون؟ قالوا لحالتك. فقال لهم تردون أنا أبرأ؟ قالوا إيه طبعا. قال أخذوا كل ما في البيت فأعطوه للفقراء من حبوب وأطعمة وكذا، كلها أعطوها للفقراء، فأخذوها فعافاه الله. هذا في رواياتنا، تاجر الله بالصدقة، إذا أملكتم يعني افتقرتوا فتاجر الله بالصدقة. الصدقة تدفع البلاء، تدفع الموت. واحد والعياذ بالله يجي له ابن معوق، يبقى مع هذا الابن المعوق 50 عام مبتلى، الأب مبتلى، الأولاد مبتلى، بعدين هذا المعوق يتزوج، زوجته مبتلات، أولاده مبتلين، يمكن 100 عام يستمر هذا البلاء، يمكن بشيء بسيط واحد يدفع. هذا في الدنيا وفي الآخرة بعد، لا نحتاج إلى الحديث. هذه الأشياء توجب خير الدنيا، توجب خير الآخرة، توجب طول العمر. هو هذا حاج رشيد كاتبين عمر 130 عام صاحب هذه القضية. إحنا علينا شيئان، المشاركة 10%، 20%، 30%، 1%، أي مقدار اللي نقدر. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني التعهد الشخصي في الآية الكريمة، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إذا واحد يريد أولاده لا يصيرون هالشكل، الآن خلي يهتم بأولاد الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات، بين الظلام وبين نور مشرق هدي